لهوي، ايه اللي بتقوله ده؟ هو ده معلم المكتوب في الجورنال، وتم اكتشاف الجثه في منطقه مهجوره خارج القاهره وما زال الفاعل مجهولا. لا حول ولا قوه الا بالله، يا خسارتك يا معلم سيد، يا زنت الرجاله، بعد عروقك في حته ما فيهاش صريخ ابن يومين. الله ينعل ابو ده زمن. ودي عطوه، ودي عطوه. ايوه يا معلم. تعالى بسرعه، عايزك تنزل قهوه ساده لكل الزباين، واخد بالك، وتروح للمعلم عمران الفراش في محل فراش تقول له انا عايزه اوضب لي صوان عليه القيمه، واخد بالك، وتجيب لي مقرئ من اللي بنسمعهم في الراديو يكون بياخد فلوس اكتر من عبد الوهاب، وعايزك تفوت على الحي واحد واحد ونفر نفر تقول لهم ان المعلمه دنيا مثلها عزيز، وان العزاء الليله ولا عزاء للسيدات. ومين اللي ماسك المعلمه؟ وانت مالك انت؟ هم يا واد فرير. الله يرحمك يا معلم سيد. ادي اللي واخدينه من الدنيا، حته قطنه ومتر قماش. اول وغير لي على الميه وسير. صباح الخير يا سعادتك. قريت سعادتك الجرايد؟ البوليس كابس على السوق قوي يا سعادتي بيه، مش عارفين نتحرك. انا بقول يعني بنتي دي ايه؟ يعني نقتلها ونخلص منها؟ يعني نسيبها ترجع لابوها؟ هو ده الرأي السليم يا سعادتي. عشان عزة عبد الواحد هنا. وقدرت توصل لها بسرعة كده؟ يعني في مفاجأة تانية. ايه هي؟ عزة تبقى مرات سيد دعبس. وهي فين؟ في حمام السباحة في الكابينة بتاعتها، هتستحمى وتتشمس وعلى المغرب بتروح. ويا ترى هي عرفت ان سيد دعبس مات؟ الله اعلم. اتفضل سيد. تعال. صباح الخير. صباح الخير. بعد اذنك ناخد من وقتك شويه. ممكن، بس تعرف انت مين الاول؟ اقدم لك المستشار كمال عزت، القاضي اللي حكم على جوزك سيد دعبس بالمؤبد. هو اتحكم عليه خلاص؟ القضيه كانت اول امبارح. ما كانش عندي فكره بمعادها. واضح لانك ما جيتيش في المحكمه. مالي انا ومالي المحاكم. عندك حق، وجودك في المحكمة وارتباطك بمجرم خطير زي ده حاجة مش لطيفة بالنسبة لواحدة زيك، مش كده ولا ايه؟ أظن من حقي دلوقتي أطلب الطلاق. ما لوش لازمة. سيد دعبس مات. مات؟ اتقتل، هرب من السجن واتقتل. أنا آسفة جدا، حضراتكم تشربوا إيه؟ ليمون، برتقان؟ خليك انت هنا، واي حاجة تجد بلغيني بيها. انا رايح العزبة. حديها بخة. اقدر اسأل حضرتك سؤال شخصي شوية؟ اعرف ايه هو السؤال الاول؟ انت ليه اتجوزتي السيد دعبس؟ القعده تحتك هتبرد. سياده المستشار قصده يقول لك ايه اللي يخلي بنت جماعيه ومثقفه زيك تتجوز واحد زي سيد دعبس؟ ده كفايه فرق السن. شوف يا استاذ، انا بقالي ست سنين في الجامعه ولسه في سنه تانية،
ويعني هخلص امتى؟ تفتكر لما اخلص هتوظف بكام؟ يعني اتجوزتيه عشان فلوسه؟ بذمتك مش الجواز احسن من اي حاجه تانية؟ ولا ايه يا ست المستشار؟ انا اسف جدا يا مدام عزه لو كنت ازعجتك بالسؤال ده، بس هو واضح ان حضرتك ما بتحبيش السيد دعمس، كنت عايزه تطلقي منه، ومع ذلك رحتي اتفقتي مع اكبر محامي في البلد ودفعتي له 20,000 جنيه. هما اللي طلبوا مني كده. هما مين؟ الصحاب سيد اللي كانوا معايا. اسمائهم ايه؟ عناوينهم؟ اي حاجه توصلنا ليهم. حضرتك قلت لي انت مين بالظبط؟ الاستاذ علاء صحفي. انت مش حكمت عليه خلاص ومات؟ عايزين ايه تاني؟ انا بنتي مخطوفه، واللي خطفوها شركاء سيد دابس. انا مش عاوز منهم، لكن عايز بنتي. ما اقدرش اساعدك في الموضوع ده لاني ما اعرفش حد منه. في واحد اتصل بيا بالتليفون وقال لي ان اسمه توفيق. توفيق ولا ثروت؟ لا توفيق، واداني عنوان المحامي وبعت لي الفلوس. توفيق ايه؟ انا ما اعرفش اسمه بالظبط، بس على كل حال وداني نمره تليفونه لاني لو احتجت اي حاجه اتصل بيه على طول. كام النمره لو سمحتي يا عزيزي؟ هي مش معايا دلوقتي، بس ممكن تعدي عليا في البيت بعد الساعه 8. ممكن اديها لك؟ ممكن من فضلك تدينا عنوان؟ قوي قوي، بس معاك قلم؟